Thank you.
على طول. وجمع بينكما في خير. أيها الأحبة، من المميز لهذه الغفلة أن الضيوف الذين قدموا من ولاية كاليفورنيا الغلاء، وما زلنا نقر لتلك الولاية العظيمة كل الاحترام، والذين قدموا من ولاية نيويورك، والذين قدموا من ولاية نورث كارولاينا وأورجن، ولكن بالأخص الذين قدموا من لا أقول من ولاية كندا، بل من كندا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. وعلى مقدمتهم معالي الوزير نعمان الصهيبي، تصفيقا لكل الضيوف. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. فعلا أن الشخصية مرموقة بهذا الحجم أعطت للحفلة بهجتها
للحفلة نكهة مميزة. الآن رئيس الجالية الأمنية فتح ناجي علاية سوف يلقي كلمة التهنئة، فليتفضل. ولكن قبل أن يتفضل نسمع من الدكتور كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا نسي ناس أصحابنا من بولو إلينوي، من هم هنا موجودين. You guys know where Polo, Illinois? Look it up. Yes, we are. We're in Iowa. شيخ طه طويل. شيخنا والمعود طه طويل. وبعدين من ولاية ميشيغان الدكتور، ومن ولاية إلينوي شيكاغو. My best friend and my roommate. He beat me for one kid. I had 9, he has 10. But Abdelhamid and his girl. And also, there's two more. Many people, all of you are, did a great job tonight. But Joseph, come on. He's from Dixon, Illinois. And Muhammad, and Omar, from Dixon, Illinois. They're the best friends of Ammar. I hope they don't keep playing games anymore. They're done. And one important thing. Muhammad and Omar is getting married last week, Friday. He made it here today. Congratulations, guys. Did I forget anybody? And I want to thank my family, all my family, including my small brother over there. And the best one that I want to make, what is my friend over here? Nawab al-Hanshin, my best friend, okay? Right? We gave him the mayor of Nashville again. My brother retired. And who else? I don't hear you. My brother, he retired. So, my brother Muhammad is retired. And I want to thank my brother Tom and the wife for picking up the hot food tonight. All right. The food was really good. You're not sweating in there, that means you didn't eat enough. Good job. They pick up the food too. Where are they? They're not here. The shortest people are here. They're here. Paul, did I forget anybody? No, it's done. It's very complete. طبعا كلكم يعني شكرا على الحضور. I can't say nothing but good things, and I'm so excited tonight that my first son is getting married and my father's here. الدكتور تصفيقا للدكتور والد العريس. فعلا لقد اشبع الكلمه باللغه الانجليزيه ومر على الولايات، لان الولايات الامريكيه حضر منها ضيوف من قبائل شتى ومن مناطق شتى. الان مع رئيس الجاليه الاستاذ فتح ناجي العلاية تصفيقا لهذا الضيف الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الأخوة الأكارم، باسم آل سبا وآل محرم وباسمكم جميعا اسمحوا لي أن أرحب بمعالي وزير المالية السابق الأستاذ نعمان طاهر السعيدي، كما أرحب بكم بالحضور الكرام جميعا. أيما الترحيب على حضوركم وتشريفكم لحفل الشاب الخلوق عمران عدنان عبد صالح سبا، فمرحبا بكم ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة سلاما مثل شهد بالزلال وكالمسك الذكي وكاللآلي، سلاما مثل عرف المسك طيبا وحسنا مثل أزهار الربيعة. الأخوة آل سبا الأكارم، أتيناكم لنهديكم أزهارا وريحانا بألحان نسوغ لكم فنون الشعر ألوانا، أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا، يهز الود من طرب ويهدي النفس إيمانا. بألحان نسوغ لكم فنون الشعر ألوانا، أغاريد نرددها نبارك لعمران بن عدنانا. الأخوة الأكارم، باسم أبناء الجالية اليمنية الأمريكية القادمون من نيويورك وباسمكم جميعا نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات زفاف الشاب الخلوق عمران عدنان سبا
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير ورزقكما الذرية الصالحة سائلين الله عز وجل أن يجعله زواج الدهر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I know I forgot something which I should not should be at the top. I want to thank الأخ أمير محرم وعائلته وضيوفه بتسهيل الأمور وقبول طلبنا من دون تردد. Give him a good hand please. Thank you.
يعلم. من داخل طلعوا مساعد.